أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع أرصفة الأخباري، مرافقو الحجاج اليمنيين في سجون ميليشيا الحوثي. ومن المشاهد، نافذون يقيمون منازلهم داخل باحة اتحاد الأدباء في عدن. أما في أخبارنا الدولية، صحيفة ساندي تايمز تعلق موقف ترامب من إيران ليس جنونا. وفي الصفحة الأخيرة للقدس العربي، سيارات من دون سائق قريبا على طرقات كاليفورنيا. أهلا بكم. ما الذي فعلته ميليشيا الحوثي مع موظفي الأوقاف الذين رافقوا حجاج بيت الله الحرام حين عادوا؟ لقد فاجأتهم. وفقا لموقع أرصفة الأخباري، الحوثيون يشنون حملة اعتقالات لعدد من موظفي الأوقاف الذين شاركوا في خدمة الحجاج اليمنيين. وقال الموقع، شنت جماعة الحوثي حملة مداهمات واختطافات لعدد من موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد الذين شاركوا في خدمة الحجاج اليمنيين خلال موسم الحج هذا العام. وبحسب مصادر مطلعة، فقد قامت جماعة الحوثي باعتقال 2 من موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد، وهما محمود عبد الرزاق وأحمد الحداد، واقتادتهما إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى أن جماعة الحوثي لم تكتفي باعتقال 2، بل قامت باعتقال مدير المتابعة بقطاع الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ، واقتياده إلى جهة مجهولة. واستنكر أمين عام نقابة موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد محمد هزاع اختطاف مسؤول المنازعات في نقابة وزارة الأوقاف محمود عبد الرزاق والمهندس أحمد الحداد أمين عام اللجنة النقابية بمكتب الأوقاف بأمانة العاصمة وعبد الكريم الشيخ دون أي مبرر سوى مشاركتهم في خدمة حجاج اليمن لهذا العام. موقع المصدر أونلاين يعنون في صفحته الرئيسية، الحزب الاشتراكي يدعو إلى وضع استراتيجية لعلاقة متكافئة بين اليمن ودول التحالف. وعنوان الأحمر، يدعو القيادات العسكرية إلى رفض دعوات الحوثيين بتكوين جيش طائفي. ومن عدن، فصائل في الحراك تؤكد علاقتها الاستراتيجية بهادي وترفض الانفراد بالقرار الجنوبي. ومن تعز، قوات الأمن الخاصة تستلم حراسة جامعة تعز من كتائب أبي العباس. ومن تعز أيضا، برقية مسربة تكشف توجها إماراتيا للتحكم بجهود تطبيع الأوضاع في المحافظة. في الذكرى 54 لانطلاق ثورة 14 من أكتوبر المجيدة، والتي تكللت باستقلال كامل وناجز في 30 من نوفمبر عام 1967، وتوحيد أكثر من 25 سلطنة ومشيخة في دولة وطنية حديثة وعصرية معبرة عن مصالح الأغلبية الشعبية من المواطنين جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، لا يسع المرء إلا أن يتذكر بمزيد من الفخر هذه الثورة الشجاعة ضد الإمبراطورية البريطانية. هكذا بدأ وزير الثقافة مروان دماج مقاله المنشور في موقع الاشتراك نت مضيفا، تمر علينا ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، وشعبنا وبلدنا يواجه ردة رجعية متخلفة قادتها العناصر المرتكسة والمعادية للثورة اليمنية من بقايا الإمامة المتخلفة وعمقها الاجتماعي والثقافي المتمثل في الحركة الحوثية، وشريك في الانقلاب علي صالح، وعناصر التي أفرغت الجمهورية والثورة والوحدة من كل مضامينها وأطاحت به انتفاضة الشعب المجيدة في ثورة 11 من فبراير 2011، تلتقي كل القوى المتخلفة والمعادية لشعبنا وحقه في الانعتاق والحرية والعدالة والمساواة في حلف متخلف ورجعي وطائفي وسلالي قاد الانقلاب على دولة اليمنيين وعلى مشروعهم في الدولة الوطنية الاتحادية الديمقراطية ومخرجات حوارهم الوطني وتوافقهم العام والمرعي إقليميا ودوليا، مشعلا حربا كان من الممكن تجنبها في سبيل أوهامه الطائفية والسلالية ومن أجل الاستحواذ على دولة الشعب وثروته واحتكار كل السلطة والنفوذ. ولم يكن عجيبا أن تهب جماهير الشعب اليمني في كل مكان لمقاومة انقلاب الحوثي وصالح،
وها هي اليوم وبقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم الحلفاء في التحالف العربي توشك أن تسدد الضربات الأخيرة لهذا الانقلاب الذي ولد ميتاً. عاش الشعب اليمني، عاشت ثورة 14 من أكتوبر. في تقرير خاص لموقع الاشتراكي نت بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر لتحرير جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني، يقول التقرير: ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 كانت حصيلة حركات وانتفاضات سبقتها في أكثر من موطن في الجنوب، كما كان الحال مثلها في الشمال. وإن كانت الأبعاد ذات القسم المشترك في الشطرين غير موحدة التحرك، لكن الأهداف تقريبا كانت غير بعيدة في الرؤية. لقد كانت الحركات المسلحة وغير المسلحة في أكثر من محطة من محطات النضال في الحالتين، ومقاومة طغيان الاستبداد والتخلف في الشمال والاحتلال في الجنوب. لقد خاض الشطر الجنوبي حركة نضالية ضد الاحتلال في عدن وخارجها، فظهرت انتفاضات في أكثر من منطقة في شبوة وفي أبين وفي لحج وفي الضالع، وكان الاحتلال يواجهها عسكريا وبقوة، إلا أنها كانت أخف وطأة إجرائيا ضد المعارضة من حكم الإمام، فالاحتلال لم يستخدم حد السيف وسجنه كانت أخف بكثير من سجون صنعاء وحجة. ويتابع التقرير الذي أعده أحمد عبد الرحمن قرحش: تشابهت الحركات اليمنية مع حركات الوطن العربي، وفي وقت يتحفز العالم المستبد به أو المستعمر للخلاص. ويضيف التقرير: جاءت 14 من أكتوبر ومعها تكوينات سياسية تختلف في برامجها، لكن الهدف موحد: إخراج الوطن من رتبة الاحتلال وتوحيده في كيان موحد بعد أن كان مجزأ في كيانات. إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم التي جاءت في عناوينها: بندغر أمام عرض عسكري بعدن، حذاري من الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. ومن العناوين: منظمة وباء الكوليرا في اليمن أكبر تفشي للوباء في التاريخ الحديث، وميدانيا قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قياديان بارزان في جبهتي حرض وميدي. وبالعودة إلى عدن: ثلاث ساحات استعراض للقوة العسكرية وإعلان برلمان واتهامات بالاستهداف. الوصايا الأخيرة للمهاجرين، تحت هذا العنوان كتب المهدي مبروك مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا: على وقع انتشار جثث المهاجرين التونسيين الذين غرقوا في عرض البحر بعد أن صدمت مركبتهم بأخيرة لجيش البحر التونسي، يحتدم الجدل حول أسباب ارتفاع الهجرة السرية. وقد تابع التونسيون بدهشة ممزوجة بالألم مئات الأفلام الوثائقية التي ينشرها المهاجرون غير الشرعيين على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي توثيق حي للرحلة القاتلة بما فيها أدق التفاصيل أحياناً حتى آخر اللحظات قبل حلول الكارثة. تجري الرحلة القاتلة أحياناً مترددة بين مشاعر الرجاء والخوف من الموت، ولكن تظل شهادات الشبان وتصريحاتهم وهم على قوارب الموت التي تتقاذفها أمواج المتوسط موجعة. لا خوف بعد اليوم، هذا شعار رفعته حناجر الشباب أيام الثورة، ولكن لم يدر في خلدها أنها سترفعه بعد الثورة أيضاً في وجه بعض السلطات الأمنية التي كانت تتعقبهم وتعلن أنها حققت نجاحات غير مسبوقة في الكشف عنهم وتفكيك الشبكات التي ترحلهم والقبض على المنظمين وإحالة المهاجرين إلى القضاء. ها هو الشباب الذي أنجز الثورة وانتظر منجزاتها لم يعد يخشى شيئاً، بما فيه السلطات الأمنية التي يعلم أنها ستطلع على ما ينشره عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعد لديه ما يخسره، وهو يخسر حياته أصلاً. كشفت مصادر مطلعة في عدن لموقع المشاهد نت عن قيام عدد من النافذين بالبناء على أرضية اتحاد الأدباء والكتاب الواقعة في مديرية خور مكسر في محاولة هي الثانية خلال أشهر. وأضافت المصادر أن النافذين قاموا ببيع أرضية المبنى الذي تعرض للقصف أثناء معارك تحرير عدن من مسلحي الحوثي وصالح بمبلغ 15 مليون ريال، وباقي المبلغ سيتم تسليمه بعد إكمال عملية البناء. ويضيف المشاهد نت: اتحاد الأدباء والكتاب في عدن أدانا جرائم البسط المتكررة والممنهجة لمقر الأمان العام للاتحاد والكائن بخور مكسر، وحمل في البيان إدارة أمن عدن والسلطات المحلية مسؤولية
ما يحدث من بسط وبلطجة على مقرات الاتحاد، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك بصورة عاجلة لإيقاف الاستيلاء على المقر والقبض على الجناة والكشف عنهم وعن من يقف خلفهم بالدعم والمساندة وتقديمهم للعدالة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد في خطوة جديدة تصب في خانة انتهاك حرية الصحافة والإعلام في اليمن. أصدر الحوثيون وكما ورد في صحيفة العرب الجديد قرارا بفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية في البلاد ويجرم ممارستها إلا بموجب ترخيص من الحركة، وذلك عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتهم. صحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرة الحوثيين نشرت نص القرار الوزاري الذي يمنع منعاً باتاً ممارسة أي نشاط في مجال الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. كما نص القرار على تعهد الصحفيين بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وخاصة قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وقرارات الوزارة. وأكد القرار على ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقفه عبرها إذا خالف سياسة الحوثيين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى. هذا القرار أثار جدلا واستياء واسعا لدى الصحفيين اليمنيين في صنعاء، والذين قالوا إن ميليشيا الحوثي تخترع قيودا بإصدار لائحة لتنظيم الصحافة الإلكترونية رغم وجود قانون للصحافة الإلكترونية أصلا، إلا أن معتبرين ذلك نوعا من إعلان حالة الطوارئ. صحيفة الاتحاد وبمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر قالت: اليمنيون احتفلوا في تجمعات منفصلة أمس بالذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر عام 1963 التي أدت إلى خروج البريطانيين من عدن عام 1967. وقال شهود إن الاحتفالات في مدينة عدن كادت أن تتحول إلى مواجهات بين مؤيدين للحكومة والتي يعترف بها المجتمع الدولي والانفصاليين الجنوبيين. وأضاف الشهود أن الجانبين تبادلا إطلاق النار، لكن الهدوء عاد بسرعة بعد تدخل مسؤولين من الجانبين ولم تقع إصابات. واحتفل أنصار الحكومة بالذكرى بإقامة عرض عسكري في الأكاديمية العسكرية في غرب عدن، وفيه أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر سعي بلاده المضي قدما نحو استعادة الدولة والدفاع عن الشرعية وتحرير كافة الأراضي من سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأضاف أن الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني وإقليمي ودولي واسع لوقف العنف وحفظ الأرواح والدماء ومواجهة آفة الإرهاب. المعركة على قيادة الجهات العالمي تبدأ الآن تحت هذا العنوان، كتب دانيال بيمان مقاله المنشور في فورين بوليسي مضيفا في فقرات من المقال. كل حركة إرهابية غير سعيدة هي كذلك بطريقتها الخاصة، وليست الحركة الجهادية العالمية استثناء. فالخلافات حول الاستهداف والتكتيكات والتنظيم والسؤال الأساسي حول ما الذي يعنيه أن يكون المرء مسلما جيدا، كلها ابتلت الحركة منذ نشوئها وهي تبقى مصدرا للضعف. الآن بينما يأفل نجم تنظيم داعش تصبح هذه الاختلافات أكثر أهمية من السابق، وقد خسر التنظيم معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، لكن من المرجح أن يواصل وجوده في شكل ما من أشكال التمرد وأبعد من ذلك كحركة إرهابية. ومع ذلك فإن الاستمرار في لعب دور القيادة الذي ادعته الحركة لنفسها عندما أعلنت عن إقامتها الخلافة في العام 2014 سيكون أصعب منالا. وكان تنظيم القاعدة قد حاول من جانبه أن يلعب لعبة أطول نفسا
لكنه يظل أيضا ضعيفا وربما لن يتمكن من استعادة معايير القيادة. ومع ذلك وحتى مع عدم وجود قائد واضح، فإن الحركة الجهادية العالمية الأوسع تظل قوية، وما تزال الجماعات الجهادية التي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة وداعش ناشطة في اليمن والمغرب والهند والفلبين وسوريا بطبيعة الحال من بين الكثير من المواقع الأخرى. وفي أوروبا تتمتع الحركة الجهادية بدعم الكثير من المسلمين مما يمكنها من اجتذاب المقاتلين وإلهام الهجمات الإرهابية. مع ذلك تبقى الحركة الجهادية الأوسع منقسمة حول أسئلة رئيسية عدة، وأحد الأسئلة الأكثر أساسية هو الذي يتعلق بمن هو المسلم الصحيح. ولدى كل دين حتى الأكثر قبولا حظ يفصل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وليس الإسلام استثناء. مع اقتراب الذكرى المئوية لوعد بلفور الذي قامت على أساسه دولة إسرائيل، تنشر صحيفة ساندي تايمز ملفا عن الموضوع. تستهل الصحيفة الملف بالقول إنه في 31 من أكتوبر عام 1917 خرج عضو البرلمان مارك سايكس، والذي كان خبيرا في شؤون الشرق الأوسط، من مكتب الحكومة إلى حيث كان يجلس الزعيم الصهيوني حييم وايزمان، وقال له دكتور وايزمان المولود ذكر. وكان سايكس قد تلقى تعليمات من رئيس الوزراء ديفيد ويلد ووزير الخارجية أرثر بلفور بالتفاوض على تصريح بريطاني لصالح خلق وطن لليهود في فلسطين. كان رئيس الوزراء قد وافق على صياغته للوثيقة الخاصة بذلك. كان ذلك هو التوقيت المناسب طبقا لما تقوله الصحيفة، إذ كانت بريطانيا منهكة بسبب الحرب العالمية الأولى، والولايات المتحدة قد انضمت حديثا للحلفاء، بينما روسيا تتماسك بصعوبة، وكان في روسيا والولايات المتحدة العدد الأكبر من اليهود، وكانت الحكومة البريطانية مقتنعة أن لليهود في البلدين نفوذا واسعا. كان الجيش البريطاني في فلسطين بقيادة الجنرال آلي نبي قد استولى على بئر السبع ويتقدم باتجاه القدس مصحوبا بقوات الشريف حسين ملك الحجاز، الذي كان يأمل بتأسيس دولة عربية تتضمن فلسطين وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية، لكن دول التحالف كانت قد اقتسمت تلك المناطق. في صحيفة ساندي تلغراف كتبت مولي كينيري مقالا بعنوان موقف ترامب من إيران ليس جنونا بل يشاركه به الكثير من الأمريكيين. تقول الكاتبة أن ترامب كان واضحا في موقفه من الاتفاق النووي الإيراني طوال حملته الانتخابية، حيث كان يقول طوال الوقت أن المفاوضين الأمريكيين كانوا فظيعين. لذلك فلا ترى الكاتبة في سعي الرئيس الأمريكي إلى التنصل من الاتفاقية مفاجأة، وتقول أن الكثيرين في الحزب الجمهوري يتفقون مع ترامب في موقفه هذا، بالإضافة إلى بعض الديمقراطيين. ويرى منتقدو الاتفاقية أن الرئيس السابق باراك أوباما أعطى إيران الكثير مقابل حصول الولايات المتحدة على القليل. وتضيف الصحيفة أوباما حين وقع الاتفاقية وقرر استئناف العلاقات مع كوبا والتسوية مع روسيا كان نصب عينيه التأثير الذي ستمنحه هذه الخطوات لصورته في التاريخ أكثر من المصالح الأمريكية. في الأخبار المنوعة ما جاء في الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، حيث كشفت سلطات كاليفورنيا عن تشريع جديد يسمح باختبار السيارات المستقلة على طرقات هذه الولاية من دون سائق على متنها بالضرورة. وتضيف الصحيفة يلغي التشريع الجديد المزمع دخوله حيز التنفيذ سنة عام 2018 البند الحالي الذي يفرض وجود شخص في مقعد السائق في كل سيارة ذاتية القيادة. وبموجب التشريع الجديد من الضروري الإشراف على التكنولوجيا المستقلة في كل سيارة من دون سائق. وأكدت هيئة الآليات في كاليفورنيا في بيان أن الهدف من هذا التغيير هو إلغاء شرط قد يعرقل تطوير هذه التكنولوجيا بلا لزوم، مع إفساح المجال لمراقبة هذه الآليات عن بعد. نائب رئيس الوزراء البولندي الأسبق جاسيك روس توفيسكي كتب مقالا أعاد الغد نشره عن تشريح الرأسمالية غير الليبرالية، وقال في جزء منه
تاريخيا شهد العالم مدارس متعددة من الفكر اليميني الاستبدادي حول العلاقة بين السوق والدولة، وعلى أحد طرفي النقيض أسس النازيون اقتصادا مخططا بشكل مركزي، في حين حرصوا على الحفاظ على الملكية الخاصة ومستويات مرتفعة من التفاوت في الدخل. وعلى طرف النقيض الآخر دعا الاجتماعيون من أتباع داروين في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين إلى أسواق حرة محلية لا تكبلها أي قيود، حيث يكون البقاء للأصلح فقط مما يفضي في المحصلة إلى خلق دولة أقوى. اليوم تجلس روسيا عند أحد طرفي الطيف الرأسمالي غير الليبرالي، وينظر بوتين إلى انهيار الاتحاد السوفيتي باعتباره فشلا اقتصاديا إلى حد كبير، وهو يدرك أن بإمكان الملكية الخاصة والسوق أن يجعل اقتصاد روسيا أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة العقوبات الغربية، ولكنه يعتقد أيضا أن حقوق الملكية الخاصة تأتي في مرتبة تالية للدولة الأمنية الروسية، مما يعني أن الملكية تظل مشروطة على الدوام، بما يتناسب مع فكر ضابط سابق في الاستخبارات السوفيتية. يعتقد بوتين أيضا أن الدولة الروسية تحوز حقوق الملكية المطلقة لأصول مواطنيها الخاصة، وليس فقط في روسيا بل وأيضا في الخارج، وبالتالي تعد مجموعات حكم القلة والشركات الروسية العاملة دوليا مثل تلك التي تفاعلت مع منظمة ترامب أدوات محتملة تستخدمها السياسة الخارجية الروسية. من طرائف هتلر الشهيرة أنه قال ذات يوم: في حين أمم البلاشفة وسائل الإنتاج، فإن النازيين ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بتأميم الناس أنفسهم. ويشبه هذا وإن كان على نحو أكثر إجمالا فهم بوتين ذاته للعلاقة بين الرأسماليين والدولة، والتي بموجبها يصبح حتى أفراد القلة الأكثر ثراء في روسيا أقنانا للدولة في الأساس. صحيفة العرب الجديد نشرت مجموعة صور تحت عنوان نساء الحقول، القضاء على الفقر ممكن، وفيها يظهر كفاح المرأة اليومي للعمل من أجل توفير لقمة العيش. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.